ننتقل مع حضراتكم الآن إلى الكلمة التالية والتي سيلقيها السيد سينك رئيس اللجنة المالية 15 ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، فليتفضل. Your Excellencies. أصحاب المعالي، اسمحوا لي أن أبدأ أن أقوم بالتعبير عن امتناني في البداية لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يقوم برعاية هذا المؤتمر، واسمحوا لي أن أقوم بإضافة أيضا أن أثناء رئاسة سيادتكم فإن العلاقات ما بين مصر والهند تمكنت من الوصول إلى قدراتها الكامنة. فعلى مدار العام الماضي معالي الرئيس، كان هناك الكثير من وقتك الذي قمت بزيارة الهند مرتين، وأن تكون ضيفا مشرفا لنا في يومنا في احتفالياتنا السنوية، ليكون هناك علاقات هندية مصرية والتي تحظى بإرث قديم. اسمحوا لي أيضا أن أقوم بشكر معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى والدكتور محمد معيط الذين انضموا إلينا اليوم، وبخطابات معالي وزيرة التعاون الدولي ورؤيتها الذي قامت بوضع الحجر الأساس لرؤيتنا. شكرا معالي الوزيرة رانيا، وهذه المبادرة لجمع الكوكبة من المتحدثين في مواضيع مختلفة بالتركيز على دورنا. بالطبع فإن جوهر مناقشتنا اليوم وهو البحث في آفاق جديدة، وهذا يقودنا إلى الذهاب إلى رؤساء المجلس المشتركين لإعادة بناء الهندسة المالية العالمية التي ذكرتيها سيادة رئيسة البنك، والشروط والحقوق والالتزامات والحوكمة والإجراءات والخطوات لبنوك متعددة الأطراف، وفي داخل ذلك يتضمن على إيمان أن هذه المؤسسات التي تم إنشاؤها بعد فترة الحرب العالمية الثانية قامت بالنمو تحت موافقة واشنطن، قد قامت بالعيش فيما بعد هذه الفترة. ولهذا فإنني أعتقد أن اليوم والبحث في آفاق جديدة له أهمية. بطبيعة الحال فبالقيام بذلك فعلينا أن نكون على وعي وإدراك أنه من الأهمية أو من السهولة أن نقوم بإنشاء مؤسسات أنها عاشت ما بعد الفترة التي كانت محددة لها، وأن يتم إحلالها بمؤسسات جديدة. ولهذا فإنني أعتقد أن إعادة هندسة المالية العالمية، لأن هذه المؤسسات الجديدة التي سوف تقوم بإعادة معايرة هذا الوضع يجب أن يتم قبولها من الناحية الدولية وقدرات مالية، بالإضافة إلى القدرة لجذب رؤوس الأموال العالمية. ومن وجهة النظر تلك فمن خلال رئاستنا كنا نستطيع في الهند أن يكون لدينا مجموعة مالية، بالإضافة إلى صديقي السيد لاريس سامرز في هارفارد، ونحن نترأس هذه المجموعة. نحن نقدم تقرير نسميه الجدول الأعمال الثلاثي الذي يضاعف 3 أضعاف المهام وأيضا الفرص والأبواب، وقمنا بتقديم تقرير ثاني.
في اجتماع مراكش السنوي الذي إذا ما تذكرت السيد معالي الدكتورة رانيا ومعالي الرئيسة دالمار سمناها في مراكش، كانت واضحة من قبل مجموعة العشرين وهي موجودة في الإعلان ليس فقط في مراكش ولكن أيضا في إعلان نيو دلهي، وقد حددت ثلاثة نقاط: قلنا أفضل، قلنا NDP أفضل، أفضل بأي طريق بخلق مشترك من خلال منصات متعددة في دول متعددة وأن نعمل عليها بدلا من مشاريع فردية والعمل سويا كأسرة، وهذا من بين التي أكدت عليها الرئيسة دالمار أن نعمل كأسرة وأن نكون أكثر جراءة، أكثر جراءة من خلال نقل التركيز من محاولة الابتعاد عن المخاطر ولكن اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والمعرفة من خلال توسيع والابتكار من خلال مشاركة الأدوات لحشد رؤوس الأموال الخاصة، وأيضا أكبر، أكبر بأي شكل، أكبر لكي نقوم بالاستفادة من الموازنة الخاصة بالNDP لكي نجلب التغيير، ليس فقط مضاعفة ثلاثة أضعاف القدرة ولكن محاولة الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك والتأمين والاستمرار في مشاركة تلك رؤوس الأموال، وأكبر من قدرتها للوصول لمواجهة أيضا التحديات بعد الرئاسة الهندية، فإن الرئاسة البرازيلية الحالية جلبت مبادرات جديدة أيضا في بعض المناحي الرئيسية حول الدين، حول عدم المساواة وحول البيئة. نحن نأمل أن من خلال هذه المبادئ فإن الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والتي سوف تأتي بعدنا سوف تستمر في تعميق هذه المنظومة، ومجموعات الخبرة، مجموعات الخبراء تم دعمهم من خلال المؤسسات المختلفة العاملة في مجال الاستيراد والتصدير. معالي الوزيرة رانيا، لقد قمنا بتقفي وتتبع التنمية والتطور على مدار الأشهر القليلة الماضية في التقرير الماضي والتي شجعتنا لأننا نحظى بهذا المؤتمر اليوم، كان في 29 من مايو، حدد ما أحرزناه وما أخفقنا في إحرازه والمسافة الطويلة التي لدينا، المواقع أمامنا لكي نقوم بتغطيها، وعلينا أيضا أن نعترف ببعض المخاوف. أولا، التدفقات للدول النامية ودول الجنوب قد انخفضت بنسبة 48% في 2022، 51 بليون دولار، وهو أقل منذ الأزمة العالمية، والتوقعات تحدد أنها سوف تنخفض أكثر 100 بليون دولار على مدار العامين القادمين، وهذا يعني أن 50 بليون سوف تخرج من هذه الدول في 2024. طبقا للدراسات فإن الدول المتطورة دفعت 50 بليون أكثر مما حصلوا عليه، وهذا علينا أن نسأل أنفسنا وأن نقوم بالتعرف عليه. إذا نظرنا إلى الدين الخارجي، والرئيس دالمار كنت تتحدثين عن المشاكل الخاصة بالدين الخارجي، لقد ارتفع بنسبة 40 بليون في 2023، وخدمة الدين، نسبة خدمة الدين في لدول الصحراء الأفريقية قد وصل من 21% إلى 32%، وطبقا للتقييمات العالمية المالية فسوف يصل إلى 315 بليون في 2024، وهذا وضع محزن لأن هذا للربع الثاني
فإنه بسبب خدمة الدين الذي يصبح أكثر صعوبة لمستويات غير مسبوقة لتلك الدول، 105 بليون دولار، 55 تريليون، أكثر من وضعها منذ 10 أعوام. ولكل هذا فإن التدفقات المالية الخاصة بدلا من أن تكون من الداخل 200 بليون خرجت من الدول الجنوبية. لذا فإن هذا أيضا من بين الأمور التي علينا أن نراعيها في الاعتبار، والدول التي لم تستطع أن تقوم بالتعافي حتى بعد للوصول إلى الأوضاع ما قبل كوفيد، وتحليل وكل هذه التحليلات في البنوك متعددة الأطراف ليست في مساراتها لمتطلبات التمويل بحلول 2030، هي ليست طبقا للخطط لحشد رؤوس الأموال، ولسنا في على الخطى التي كنا نتوقعها في مضاعفة عمليات الإقراض. وبما أنني قلت كل هذا فإنني أود أن أنتقل أن هذا سوف يشكل صورة ضبابية في العالم، ولكن لا بأس، هناك بعض الأشياء الإيجابية مثل على سبيل المثال الاعتراف المتنامي في هذه البنوك أنها قادرة على زيادة وتوسيع ما يقومون بالعمل فيه، وأننا هذه لم تأتي على تكلفة على التنمية المستدامة. لقد عرف البنك على أن هناك تحديات بذغت، وقد قاموا بذكر ذلك في تقريرهم العام الماضي في ربيع 2023، وسموها تطور البنك، مجموعة البنك الجديد، وقاموا بتغيير الذي سوف نشهده. إذا ما تذكرتم فإن من الناحية التاريخية فكان البنك الدولي نقطتين، الفقر وأيضا الرفاهة. في الأول في تقديم في سبتمبر 23 قاموا بتغييرها لكي يقولوا إنهاء الفقر في كوكب نستطيع العيش فيه. وهذه هي المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية، فقد تم تحديدها، وأيضا المنتجات أو الفقر. وإذا ذهبنا إلى الربيع أو لقاء الربيع، لقد كنتم سيادتكم هناك معالي الوزيرة رانيا، فإن المستند الجديد أطلق عليه من الرؤية للأثر تطبيق هذا خارطة الطريق الجديدة، وهذا يتضمن الكثير من المناحي الإيجابية، تقليل وتحضير وقت المشروع إلى 17 شهر بدلا من 25. سعادة الرئيس ديلمار، أنت ما زلت تعرفي أنه منخفض 17 شهر، إنها أفضل من 25، ولكنها ليست كافية. علينا أن نقوم بتقليل هذه الإجراءات والخطوات لتقليلها لحوالي 10 أشهر فقط منذ الرؤية حتى عملية صرف الأموال. وقد قمنا في يوليو بإتاحة منصة وأن يكون هناك منهجية تركز على المشاريع ذات الأثر الكبير وتقليل عملية المخاطر ومضاعفة الضمانات لعشرين تريليون لكي نصل إلى الـ NDBs أو ما تستهدفه الـ NDBs، وباستخدام الـ IDB لضمان أن تقليص المخاطر والمشاركة مع القطاع الخاص من خلال معمل البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، وقد كنتم جزءا من ذلك سيادة الرئيسة ديلمار، العشر NDBs بضمهم أيديهم في أيدي بعض لكي يكون هناك منصة تمويلية اسمها Global Collaborative Co-Financing Platform. هذا الجديد هو جزء لا يتجزأ تحت رئاسة سيادتكم. وبالانتقال قدما، كيف أرى السيناريوهات؟ أولا
فإننا نحن كمجموعة خبراء مستقلين نحن ندين لذلك بأنفسنا أن نقوم بعملية مراقبة وتقفي التقدم. نحن نأمل أن تكون بريكس قادرة على المشاركة في هذه العملية التمويلية. علينا أن نقوم باستدامة الإصلاحات للهندسة المالية لتماشي مع ما التزمنا به بشكل أفضل وبشكل أكبر أيضا. دعونا لا نغفل عن هذا من خلال استخدام القوائم المالية الحالية وتحسين نسبة الأصول والإجراءات. وفي نواحي أكثر أهمية علينا أن لا نغفل عنها تلك المناطق الهامة هو أن رؤوس الأموال يجب أن يتم زيادتها لتمكين هذه البنوك من الوفاء بتلك الالتزامات. كان هناك بعض المعايير الهامة، فإن البنك الأفريقي للتنمية يبحث عن تمويل ابتكاري 750 بليون دولار. البنوك الآسيوية قامت أيضا بتعديل إطارها. البنك الدولي تتبنى أدوات جديدة أهمية 57 بليون دولار من خلال تبني الأدوات الجديدة. وأيضا كيف نستخدم الضمانات بشكل أكثر فعالية. إن الدول لم تقوم باستخدامها بهذه الفعالية لأن هناك نسبة على البيروقراطية. من الأسهل أن أقوم بالاقتراض على موازنتي بدلا من أن أجتذب المصادر من خلال استخدام ضماناتي بشكل أكثر ابتكارا. وفي هذه العملية هناك درسان مستفادان. أولا، أتعرفون سيادتكم أن الكثير منا، هل يعرف الكثير منا عناصر المضاعفة الموجودة أو المضمنة من خلال الجهات الإشرافية؟ وما أعني بها هو هيئات معالي وزير المالية. سيادتك تعرف كيفية التعامل مع تلك الأساسيات والنظر إلى منظومة بازل وكيفية التماشي مع تلك الهيئات ولديها ازدواجية في المعايير لتعطيك فقط تقييما. إنهم لا يقيمون بناء على المخاطر الحقيقية للأسف. إنهم يقومون بالتقييم بناء على المخاطر الجغرافية وهذا غير عادل. فإن المخاطر لدول الأوي سي دي يتم النظر إليها بشكل مختلف. واقع أنهم أيضا في نفس الهشاشة لتلك الدول الموجودة في أماكن أخرى في العالم. لذا فإنني أعتقد أن الأخلاقيات وتوحيد المعايير من قبل الجهات الإشرافية خاصة المؤسسات التقييم يجب أن تكون أكثر عدالة. وهذا تحد هام جدا. حتى ونحن نقوم بتبني أو استخدام التكنولوجيا نحن نلحظ زيادة القوة لإنترنت الأشياء وأيضا الذكاء الاصطناعي وفور أومني وكل هذه الأشياء المختلفة الأخرى في هذه الأيام. فأنت ستفاجأ عندما نرى الدكتور لاري سامرز عضو في AIF لأربعة فقط والتغييرات التي سوف يتم جلبها. ولكن علينا أن نقوم باستخدام هذه الفرصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة النظر في إجراءاتنا لتعزيزها وتقويتها وتقوية دور البنوك التنموية وجعلها أكثر فعالية عن ما كانت عليه في الماضي. وبما من الجدير بالذكر أيضا أن السير في هذا الطريق لسبب من أو لآخر بما فيها بعض المشاكل المحلية والقيادة للكثير من العمليات الإلكترونية. والنظر إلى تلك الدول علينا أن نسعى أيضا للدعم الأيديولوجي، لأننا إذا كنا سوف نقدم انتقالا من يتحلى بنظام
بما في ذلك ذكر معالي الدكتورة رانيا 5 بليون دولار ليتم تقييمها، وبافتراض أن الكثير منه تم جذبه من خلال حشد التمويل المحلي، لكن ما زال هناك تحدي كبير أمامنا. وقبل أن أختتم اسمحوا لي أن أتحدث في نقطة أو نقطتين عن البريكس، فإن عضوية بريكس التي ذكرتموها سيادتكم منذ العام الماضي قد تم الترحيب بها، فإن بريكس عضوا هاما في مجتمع البريكس، ولكن هذا يتضمن أيضا احتماليات الجديدة للبريكس، فإن اقتصاد البريكس أصبح الآن يمثل 28% من الاقتصاد العالمي، 48% من التعداد السكاني، وتحت رئاسة سيادتكم فإن بريكس بنك البريكس الذي يوجد به 9 أعضاء أصبح لديه 51 بليون دولار رأس مال مسجل في تحضير والحفاظ على سبيل المثال الجهود في التقدم، ونحن نحضر لكوب 29 في أذربيجان، ونحن نحضر من أجل الأمم المتحدة الذي تم دعوته إليه في سبتمبر، فإن بريكس من الممكن أن تكون أن تلعب دورا هاما في كل هذه المبادرات الهامة المرتقبة أمامنا. المؤتمر البريكس، فإن رؤساء وزراء الخارجية للدول البريكس سيتقابلون ليقوموا بالنظر إلى كيفية أو محل وقوفنا من كل هذه الأحداث. هذا المؤتمر على مدار يومين هام جدا لانعقاده في هذا الوقت تحديدا، لأن هناك الكثير من الاجتذاب. هذه هي اللحظة الصحيحة لبنوك متعددة الأطراف العاملة في التنمية للاستجابة لهذه التحديات. هذا هو الوقت الصحيح لنلحظ أن دعوتنا اليوم تبحث عن أصحاب الأسهم أن علينا أن نشارك باهتمام وبشكل مبتكر لهذه المسؤوليات العالمية، وبشكل أيضا به وعي للمستقبل الخاص بالإنسانية. وفي على بغض النظر عن التكاليف، فإن هناك مثال إنجليزي: لا تستطيع أن تفعل أي شيء سوى أن أخذ الحصان إلى المياه، ولا أستطيع أن أقوم بإجباره على الشرب. وأعتقد أن مصر تقول نفس المسألة بالنسبة للجمال. إن التقارير أخذت على عاتقها أن يكون الأطراف مسؤولون عن ما ينبغي عليهم أن يقوموا به بشكل مسؤول. إن اجتماعنا هنا اليوم يتحدث عن هذا الصوت المنطقي الذي يسعى إلى العمل من قبل الدول المختلفة التي كانت في الماضي هي المحرك لهذه للهندسة العالمية المالية. شكراً.